السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة ديال الساكنة. اليوم كنقترح عليكم طريقة تحضير الحوت في الفران بطريقة سهلة بسيطة، نتمنى انكم تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم. فإذا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك وتعليق وبارتاج مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. الا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة ضغطوا على زر الاشتراك، ابوني وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد من طباخي. ودابا غادي نخليكم مع مقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة. فبالنسبه للحوت عندي الميغنو، عندي الصول كيف ما كتشوفوا معايا، بعد ما غسلته ونقيته وحطيته في الشبيكه تقطر ووجدت له الشرموله ديالته. وجدت الشرموله هنايا، انا ما كنتش باغا نصور، من بعد جاتني الفكره باش غادي نصور ونبارطاجي معكم. هنايا وضعت القزبر ومعدنوس وشويه ديال الزعتر وزيت الزيتون والملح والابزار والخرقوم وسكين جبير وشويه ديال عصير الحامض. صافي هذه هي الشرموله، ميكسيتهم مزيان هنايا وخديت باش غادي ندير به الحوت ديالنا. صافي كناخذوا الشرموله ديالتنا وكنوضعوها بحال هكايا، صافي تنعمروا الحوت ديالتنا مزيان بالشرموله، كندوزو على الحوته كامله. انايا خليت هذا الميرنا بالراس ديالها، تقدو تحيدو الا بغيتو. الحوت ديالنا بعد ما تندوزو في الشرموله كامل، بالنسبه الا كانت عندكم كميه كبيره بزاف يا اما تغسلوها وتفرقوها ديروا غير القياس، يا اما تدوزوها في الشرموله كامله وعاد ديك الساعه تقسموها. فمن الاحسن انكم دوزوها في الشرموله وتحتفظوا بها، كتكون احسن. صافي ها هو الحوت بعد ما قسمته وخديت القياس اللي غادي نستعمل اليوم، والقياسات الاخرى قسمتها في بلاستيكه بهذا الشكل هذا وغادي نوضعهم في المجمد. كيف ما كتعرفوا حنايا دابا في فتره الحجر الصحي، ماشي كل مره غادي نبقاو خارجين، اللهم ناخذوا كم الى خرجنا ناخذوا كميه كبيره ونقسموها. كتقسموا على حساب داكشي اللي غادي تستعملوا في الفطور اولا السحور. الصول حتى هو غادي ندير ليه نفس الطريقه، حتى هو غادي نقسمو. صافي كندهنو غير من جهه واحده وكنحط بهذا الشكل هذا، كندهنو غير من الجهه الملسه اللي كندهنو منها. صافي بعد ما الحوت ديالنا كنكملوا ليه الشرموله كنقسموه، وكنخديت القياس اللي غادي نستعمل اليوم. وهاد القياسات هادو غادي نعملهم في بلاستيكه وندخلهم للمجمد بحالهم بحال الميغنو. صافي هو كيف ما كتشوفوا معنا، حتى هو بعد ما عملته في بلاستيكه غادي نوضعه في المجمد. خديت حتى هاد الحوت الكبير حتى هو عملت له نفس الشرموله وغادي نوضعه في البلاستيك بهذا الشكل هذا. صافي وغادي نحتفظ به حتى هو كلشي غادي نديرو في المجمد. فبالنسبه لهاد الحوت الكبير كيف ما كتشوفوا معايا، درت كل حوته بوحده بلاستيكه. منين نبغيو نجبدوها كنجبدوها سهله، وماشي من الى تجمد كلشي دقه واحده ما كنبقاوش قادرين نجبدوهم، هكا كتكون احسن. انا غادي ندخلهم للمجمد ونتلاقاو ان شاء الله. هنايا خديت المول اللي غادي يدخل الفران هذا ديال الزاج وفرشتو بابي سولفيريزي، وهنايا قطعت البصله طريفات بحال هكا ولا تقطعوها دواور على حساب الذوق. وخديت دابا بديت كناخذ قطع ديال الحوت وغادي نستفهم. بهذا الشكل هذا نجيب قطع ديال الصول. ودابا غادي نغطيهم
غادي نغطيهم كاملين وغادي نغلفهم بابي الومنيوم وغادي ندخلهم في الفران. لا كيبقى لكم الاختيار الا بغيتو تقليوهم، انا من الاحسن كنفضل انهم كيدخلوا الفران كيبقاو محافظين على الفوائد ديالهم وكيجيو صحيين وكيجيو لذاذين بزاف بزاف. صافي غادي نغلفوهم بالسولفيغيزي ونعاودو نغطيهم من الفوق ببابي الومنيوم باش ما يتحرقش لينا البابي، وندخلهم تقريبا ما كياخذوش وقت بزاف من 10 حتى 15 دقيقه. اين فوا يبدا يبان لكم الحوت بدا كيطلق في الماء، صافي كتخرجوه من الفران. صافي كنحطو فوق منهم بحال هكا قطع ديال الحامض وغادي نسدو عليهم بهذا الشكل هذا، وغادي نعاود ندير بابي الومنيوم. صافي انا غادي ندخلو الفران كيفما قلت لكم ما كياخذش وقت بزاف من 10 حتى 15 دقيقه ونتلاقاو ان شاء الله. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الحوت بعد ما تيطيب في الفران، كيتقدم بصحه وراحه. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه وتنال الاستحسان ديالكم، فما تنساوش دعم القناه بلي لايك وبلي بارطاج وتابعوا جديد وصفاتي. دمتم في رعايه الله والى فيديو اخر من ديلي السكينه.